وزارة الدفاع البريطانية تعلن أن مقاتلتين من طراز تورنيدو تابعتين للسلاح الجوي الملكي نفذتا أول مهمة لهما في العراق منذ موافقة البرلمان البريطاني على شن غارات ضد مواقع تنظيم الدولة الإسلامية. المقاتلتان أقلعتا صباحا من قاعدة أكروتيري في قبرص لتعودا بعد ذلك بعد أن اقتصرت مهمتهما على مراقبة مواقع التنظيم المتطرف. مسؤولون بريطانيون أكدوا أن الطائرتين تم تزويدهما بصواريخ حيث كانتا في وضع الاستعداد للقتال. استعداد المقاتلات البريطانية يأتي عقب تبني النواب البريطانيين لمذكرة توجيز انضمام بريطانيا للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.